لا لا بصراحة أحمد دومة عنده قضيتين، عنده قضية تظاهر اللي هي في عابدين خلاص، وهذه القضية بالفعل لم يرتكب فيها أي جرم سوى أنه كان محتجا على حبس زملائه. طيب والقضية الأخرى؟ القضية الأخرى حتى الآن حكمها غير نهائي ومطعون عليه بالنقد خلاص. اللي هي إيه؟ اللي هي قضية أحداث مجلس الوزراء. وأحداث مجلس الوزراء اكتزئ حواره مع الزميل الأستاذ وائل إبراشي واستند عليها خلاص. ده موضوع مع يعني القضاء. يعني اكتزئ ازاي؟ اكتزئ يعني واحد طلع على الهواء قال مثلا انا رميت مولوتوف، يعني ازاي اكتزئ ده على الهواء؟ ما هو طلع يعني انا اقدر اكتزئ من كلام حضرتك واحنا على الهواء؟ بالظبط كده، هو ده اللي حصل، انه تم اكتزاء هذا الجزء. ولما راح المقدم البرنامج الاستاذ وائل الابراشي وضح للمحكمه الاكتزاء ده جه في اي سياق. نعم يا جماعه. طيب الفيديو بتاع دوما جاهز نشوفه؟ نشوف الفيديو ونرجع لحضراتكم. برده اعتراف، لو كان ده مهم، انا احمد دوما اعترف ان انا كنت بمسك ازازات مولوتوف وبحذفها على ده، لان كان في مجموعات من ضباط بتحذفها على المجمع. اي لا مش على المجمع، على بالمناسبه الحرائق، معظم المشاهد اللي جت كانت على الدور الارضي في مجلس الشعب ده في بدايه الاحداث. احمد انا بتكلم عن المجمع، معظم الصور اللي طلعت يا استاذ وائل كانت في مجلس الشعب، لان واحنا مطلعين الفيديوهات بتاعت اطلاق الرصاص. حتى ما ترميش مولوتوف على مجلس الشعب. انا ما برميش على مجلس الشعب كمبنى، انا مش بالعته. ما هو امال المولوتوف هينزل فين؟ اكمل يا استاذ وائل لو سمحت. هينزل فين؟ انا لا استهدف شويه حجاره او تاريخ او تراث، انا استهدف مجموعه من يرتدون زيا عسكريا وبيطلقوا عليا رصاص، من شيء من غير المنطق خالص ان انا هقف اعمل لهم كده اقول لهم اتفضلوا اقتلوني، اصل انتوا قاعدين في مبنى مقدس. يعني التصريح واضح، هل ده مجتزأ؟ يعني هو قال بوضوح وبصراحه، انا لا استهدف مبنى، لا استهدف حجاره، ولكن استهدف مجموعه من البشر الذين يرتدون زيا عسكريا يطلقون علي الرصاص. حضرتك طيب يطلقون علي الرصاص.